رأسيت حمزة جلاسي اللي تبح الحارس كل قلت وبكل انتباه، وهذه كرة أخرى ثانية والهدف، الهدف الثاني لسنة. الكرة ترجع من جديد لصالح سكري، ثم التوزيع على المرزوقي حسام بن علي، وثالث الأهداف للنادي الرياضي. النادي الرياضي الاسفاقسي العدلان، هذه كرة المتابعة 4-3، التوزيعة والعرضية، هذه كرة والتعادل، هذه كرة والتعادل. هدف يمنى من ماهر الحناشي وعلاء المرزوقي، فلو نيون حسام بن علي، حاليا الضغط في مناطق شبيبة القيروان، والهدف الثاني، الهدف الثاني. بن علي يحاول المرور، الكونتر اتاك الان خطيرة للنادي الاسفاقسي، حسام يلعب الكرة من جديد، التوزيعة طبعا يقود الفريق في هذه المباراة، انطلاقة من جديد، حسام بن علي، بن علي يلعب الكرة، هي 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 خطوتي، ثم حسام بن علي، حسام بالساق اليسار ماذا يفعل؟ يطلع مع حمزة، حسام يلعب الكرة أرضية، ديو التسديدة مصدر الخطورة والارتباك في يوزع، تضرب في معتوق المدافع الأيمن، التوسيع ثاني مرة، يخرج الحارس على الجمل ويطلع كان حديث عبد الكنيب تواجد محمد اسلام كير لاعب الجزائر الجديد، لكنه لا يتواجد أساسي، اللعب بالراس في راس يا فيرسي، بكره ملعوبه من محمد بن علي الى محمد علي منصر، منصر التمهيد لحسام بن علي، اوه يصلح حساس، ياخذ الكره بن علي، بن علي حسام، حسام يتوغى عمل فردي في سد الجانبيه، في سد الجانبيه، الوصول بعيدا في هذه المسابقه الافريقيه، وهذه كره اخرى ملعوبه، التصويبه خطيره، المحاوله للنادي الاسفاقسي، وهاني امام الاطول موجودين في الخلف، سيتقدمون للامام بحثا عن ضرب الكره بالراس، لكن زياد بوغطاس هو من ممكن يكون واحد من الثلاثه هؤلاء في تشكيله مباراه ليلى بين كينغسلي وسوكاري، لعبت الكره على القمة البعيد بالراس، حمل الجير حمادين عقربي مع نجوم النجمه الساحليه في مباراه اليوم، مباراه القمه في السوق الجزائريه، من بين من يدري الاسفاقسي مع ستان، كره طويله مقطوعه تعود، هجمة للسي اس اس من حسين بن علي، بن علي انطلاقة من الجهة اليسرى، بن علي إلى وجه مالك معايا، حاول التوزيع، يتقمص زي السي اس اس، ملعوبة الكرة تعود مرة أخرى، حسين بن علي، بن علي انطلاقة في حوار مع مالك معايا، التوزيع معتصم صابو، نتبعوا الكرة ترجع من حسين بن علي، حسين بن علي يتقدم بالكرة، حسين بن علي الحركية كبيرة في هجوم النادي الاسفاقسي. المخالفة كعبودو، يعني يخش الكرة تمشي الحارس أيمن دحلال وترجع الكرة للنادي الرياضي الاسفاقسي، ولكن مرة أخرى النجم الساحلي بحمزة الأحمر، حمزة الأحمر اللاعب الجديد القادم موسمين بطولة الرابطة المحترفة الأولى،
ترجع الكره للفتي حد الرياضي الفلسطيني وتضيع الكره في التماس. مناسبه اخرى كان في العام 2016، بعد ذلك ياتي جاره الافريقي ب 13 لقب. ياتي النجم الساحلي والاتحاد المنستيري لاشعار اخر بالنسبه للنجم الساحلي في مصر فاقسي. اموره مرتبه العراقي اضطرت الظروف وعاد في هذا الوقت. بالنسبه للصفاقسي لا يعتمد سوى فقط على حضرت وقدمت اداء جيد مع المنتخب التونسي. هجوم عبر الجهه اليمنى، محاولة تقدم المرور لوجه كشريده. والتغيير اللي بعد حمزه الاحمر بعد فراس بالعربي، بالتالي نخبه الاسماء بالشكل